طبعا نعرف زيارة يوم أمس للفنانة صبا إبراهيم والفنانة هند نزار إلى دار الطفل العراقي للأيتام، كيف حققت فرحة وسعادة لذوي الأشخاص اللي هم أيتام وأيضا اللي يعانون اليوم من الوحدة ويفرحون بأي فنان، خاصة نعرف أنه صبا إبراهيم وهند نزار هم تشاركوا بعمل واحد وحققوا بطولة، فيما كانت صبا إبراهيم هي الأم لهند نزار، فبالتالي اليوم الأطفال شاهدوا هذا المسلسل وحبوا الثنائي صبا إبراهيم وهند نزار، فبدخولهم للدار اليوم حققوا فرحة وسعادة وأيضا مشاركة الضحكة ومشاركة الأشياء الحلوة ما بين الطفل وأكيد المشهور أو الفنان، فتحية طيبة اليوم لكل شخصية عامة ولكل شخصية حتى لو ما كانت عامة هي تهتم بزيارتها للأيتام أو حتى لدار المسنين، يعني بأي دار ممكن أنه إحنا نحتاج أنه يكون مشهور وأيضا المختصين يهتمون بزيارتهم للأيتام، نعرف فرحة اليتيم هي أكبر فرحة وأحلى فرحة وأحلى شيء ممكن إحنا نحققه وأيضا إحنا نقدر نفرح به. على فكرة الأشخاص اللي يزورون دار الأيتام أو دار العجزة أو دار المسنين الفرحة تكون أكبر من الشخص اللي موجود بهذا الدار، يعني اليوم أنا إذا زرت هذا الدار الفرحة راح تنتابني أكبر بهواية من الفرحة اللي تنتابه، لأن أنا اليوم أعرف حققت فرحة لهذا الشخص فبالتالي راح تتضاعف عندي، فتحية طيبة اليوم لكل فنان أكيد ممكن يبادر بهذه المبادرة. ننتقل إلى الخبر الآخر.